يواجه فريق الوداد الرياضي نظيره الهلال السعودي لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ويلعب فريق الوداد الرياضي ضد نظيره السعودي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت المغربي. ومن المرتقب أن يدخل فريق الوداد الرياضي المواجهة على أرضه وأمام جماهيره للتأهل للنصف النهائي ومواجهة الفريق البرازيلي المصنف الأول عالميا حسب تصنيفات الفيفا الأخيرة. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد الرياضي بالتشكيلة التالية للفوز بهذه المقابلة: حراسة المرمى أحمد رضا التاجناوتي، بقية اللاعبين كل من عطية الله وأيوب العملود على مستوى الأظهرة وأمين فرحان بالإضافة إلى الحسين بن عيادة قلبي دفاع، في خط الوسط كل من يحيى زبران رضا الجعدي بالإضافة إلى إسماعيل المترجي، في الهجوم من المرتقب أن يدخل جونيور بولي سامبو كرأس حربة بدعم محمد أوناجم وأيمن الحسوني. للإشارة فهذه فقط تشكيلة موقعة، وسيتم الإعلان عن التشكيلة الرسمية قبل بداية المباراة بحوالي 45 دقيقة على الصفحة الرسمية لفريق الوداد الرياضي. نتمنى حظ سعيد لفريق الوداد الرياضي، وحطوا التشكيلة التي تتمنون تشوفوها في المقابلة وكذلك توقعاتكم للمباراة في التعليقات.